وصفة ظريفة جدا وسهلة جدا جدا، ان شاء الله تعجبكم. بصوا، انا معايا قرنبيط سهلة. بنجيب القرنبيط من الخضري، هاتيه اللي يبقى لونه ابيض كده فاتح كده، مش عليه اي غمقان او سواد على الوش بتاعه، تمام. وبنقطع زهرات القرنبيط دي، عايزه تقطعيها حجمها كبير، وبعد ما تتسلق نبقى نفصفصها لوردات صغيره، مفيش مشكله. كل ما القرنبيط تبقى حجمها وسط كده صغيره، مش لازم تبقى صغيره قوي يعني، ولا ضخمه كبيره كده. الكبيره دي محدش بياكلها، انا لا يمكن اكلها، بتبقى كلها عجين مكان التتبيله بتاعتها، وبيبقى طعمها وحش، ما بتبقاش مقرمشه، مش ظريفه. فخلي بالكم حجم زهره القرنبيط نفسها اللي احنا هنغطسها في الخلطه اللي احنا هنعملها دلوقتي ونحمرها في الزيت، بيفرق جدا في حلاوه طعمها، تمام. فاحنا القرنبيط بنجيبه وبنغسله تحت الميه الجاريه، وبنقطعه زهرات قرنبيط، وميه سخنه بتغلي عليها رشه من الكمون، وننزل بالقرنبيط الحلو ده، ما بياخدش كتير، 3 4 دقائق بالكتير قوي، تمام، لان هو لسه هيتحط في تتبيله وهيتقلي، فمش عايزينه يبقى مهري معانا، لا عايزينه يبقى ماسك نفسه كده وطعمه حلو، ونقدر ايه ناكله على مدار اليوم كله، حتى لو بات تاني يوم هقول لكم ازاي برضو تصحصحوه تاني كده ويبقى مقرمش. بس مبدئيا عايزينه ما ياخدش وقت كبير في السليق بتاعه، 4 دقائق بالكتير. ويا سلام بقى لو بعد ال4 دقائق دول يطلع من الميه السخنه، تكوني محضره طبق كده كبير، او حتى حل عندك اي حاجه، بوله كبيره فيها ميه ساقعه من الثلاجه، علشان القرنبيط يطلع من الميه السخنه على الميه الساقعه. الميه الساقعه بتوقف ايه استمراريه تسويه القرنبيط، لان احنا حتى لما بنطلعه من الميه السخنه عقبال ما بيبرد بيبقى لسه عمال يستوي، فاهمين قصدي؟ فانا لما اديله صدمه على طول في الميه الساقعه انا بوقف على طول التسويه، فده برده بينجح لي القرنبيط، فوانا باكله بعد التحمير ما يبقاش معجن، ما يبقاش كده ملزق ويبقى طعمه غريب. خلي بالكم من شويه التركات البسيطه دي، تمام. نيجي بقى للتتبيله، عباره عن ايه؟ انا معايا كوبايه من الدقيق، تمام، ومعايا ربع كوبايه من النشا. كوبايه دقيق وربع كوبايه نشا، احنا بنستخدم هنا الكوبايات المعيار، او لو هتستخدمي كوبايه عاديه يبقى خليكي واخده بالك كده، قسميها كده بالمعلقه بقلم كده ولا حاجه على الكوبايه من الوش، عشان تبقي عارفه الكوب ربع، الربع بتاعها قد ايه والنص بتاعها قد ايه. وغالبا الربع كوبايه نشا دي يعني 3 معالق من النشا، 3 معالق كبار، تمام. ملح، فلفل، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، معانا فصين من الثوم المفروم، رشه شطه خفيفه كده بتدي طعم حلو قوي كده من بعيد من غير ما يبقى حراق قوي. معانا كمان كزبره خضراء متقطعه صغير، يعني مثلا هنقول نص ربطه مثلا ولا حاجه. معانا برده معلقه صغيره من البيكنج باودر، هنحتاج بيضه واحده بس، ونص كوبايه ونص من الميه الدافيه، وشويه بقدونس مفروم، كوبايه ونص من الميه الدافيه، تمام. او مش لازم يعني، اهم حاجه ما تبقاش ساقعه، حتى لو مش دافيه يعني تبقى فتره عاديه بتاعه الحنفيه، اوكي. بس خلاص ان شاء الله الوصفه هتعجبكم جدا. هعمل ايه؟ هطلع هنا كده ايه 2 بوله هنا كده جنبي، هقوم واخده كوبايه الدقيق حطها هنا، وعليها النشا، وعليها البيكنج باودر، وملح وفلفل، ملح ورشة فلفل كده خفيفة، تمام. وعايزة اقلبها بالشكل ده، وبعد ما قلبتها كده هاخد نص الكمية دي في بولة تانية، تمام. هنا فانا كده قسمت الدقيق على بولتين، بوله منهم هجيب بقى ميه. فين الميه؟ فين درق الميه يا شباب؟ خلاص انا ممكن استخدم الميه في الكتل، ماشي. وقبل ما احط الميه في طبق منهم اللي انا قسمتهم دول، هنحط بقى ايه رشه شطه، كزبره وكمون، ثوم مفروم. هتولي البيضة يا شباب لو سمحتوا، هنقلب الكلام ده كله ونايه ونخفف كده بشوية مية، كده.
وهكسر معاهم بيضه. لو سمحتوا هاتوا لي البيضه، انتوا نسيتوا تحطوها لي ولا ايه؟ يلا اهو كده، كده انا حطيت كل المكونات، فاضل ان انا هكسر بيضه وهحط كمان شويه من الكزبره كده. شوفوا انا على المقادير دي هحتاج بيضه واحده بس، زود شويه كزبره كمان. بس السم كده كويس قوي، ولسه كمان لما هكسر لها البيضه دلوقتي هشوف حجم مش حجم، هشوف سمك الخليط عامل ازاي. انا عايزاه يبقى اخف من سلطه الطحينه، ما يبقاش تقيل قوي، تمام؟ لان هو هياخد كده ايه القرنبيط، وبعدين نغطسه في الدقيق بقى اللي احنا ايه مقسمينه في الطبق التاني. عقبال ما يجيبوا لي البيضه تعالوا بقى موريكم هنا هعمل ايه في القرنبيط. بصوا ورده القرنبيط الكبيره دي مش ظريفه، بصوا اهو مش ظريفه دي كده كبيره، احنا عايزين نقطعها صغير، يعني مثلا على الاقل نصها، يعني دي كده مثلا معقوله ماشي، لكن دي مع بعضها كده كبيره مش هتبقى حلوه في التتبيله، تمام؟ وعايزه كده بالسكينه، عايزه اجيب سكينه بس مش عايزه الزيادات قوي دي، عايزه بس كده ايه احطها هنا اهو، بحيث ان احنا الله بصوا الصغنونه الحلوه الجميله دي، الحجم ده حلو قوي اهو. انا هوضب معاكم القرنبيط كده عشان تشوفوا اللي انا اقصده في فكره ان حجم ورده القرنبيط ما تبقاش ضخمه قوي اهو. دي كده كويسه، دي تعتبر كبيره اهو كده مثلا، وبرده نقطع الجزء ده وكذلك هنا برده وهكذا. كل ما تبقى الوردات حجمها معقول كل ما بتبقى لذيذه ومقرمشه كده وتحفه، وما ايه ما ترصوش عليها قوي في السليق علشان ما تبقاش ايه مش حلوه برده. خلوا بالكم القرنبيط ده مزاج، يعني حاجه منتهى اللذاذة. أنا البنات عندي ما كانوش بيحبوا القرنبيط خالص، مهما أعمله يعني يقعدوا يعني بيبقوا متضايقين، لكن لما كبروا شوية وابتدوا يدوقوه بقى وأعمله صغير والكلام ده كله فرق بقى قوي، بقوا لا بيخلصوا عليه حرفيا يعني. بس كده أنا كده إيه قطعت وردات القرنبيط لأحجام ظريفة ومناسبة علشان نبتدي ايه نتبلها. بس كده البيضه جت اهي تمام، هضربها بشوكه الاول في الطبق قبل ما اضيفها على المكونات. بيضه واحده بس، انا اعرف ناس بتعمل القرنبيط ده بخمس بيضات وست بيضات وحاجات كده لا كتير قوي. بس كده احنا ممكن نزود كمية البيض لو هنحتاج كمية اكبر من الكمية اللي انا عاملاها دي من القرنبيط اهو. بس كده بس هنعمل ايه بقى؟ انا هنا مشغلة الزيت، عايزين بس نعلي شوية اهو عشان يبقى جاهز معانا، وناخد وردة القرنبيط الحلوة دي الظريفة هنحطها في الخلطة. بصوا كده هندحرجها كده في الخلطة، وزي ما اتفقنا الخلطة سمكها زي يعني أخف من سمك سلطة الطحينة، ما تبقاش تخينة عشان ما تبقاش عاملة عجين. بصوا وبصفي كده منها أي زيادات، وأقوم مدحرجاها على الدقيق تاني بقى هنا اللي هو فيه النشا والمكونات كلها اللي احنا قسمناه. بس كده اهو ننفضه كده، ده كده بيبقى شكلها خطيرة، تتحمر في الزيت بقى تبقى رائعة. يلا بينا بسم الله، الزيت لسه هو هيشد حلو، تعالوا نعمل اكتر من واحدة لغاية لما الزيت كده ايه ربنا يكرمه ويبتدي يحمر. ان شاء الله هتجربوا الوصفة وايه هتدعولي وهتاكلوا القرنبيط دايما.
هتحسوا ان انتوا بتاكلوا حتة فراخ مش قرنبيط. بس كده. وبيفضل بقى مقرمش لغاية بعد الغداء. اهم حاجة بس ان انت وهو سخن ما تغطيهوش، لان هو لو سخن وغطيتيه غصب عننا كلنا هيعرق وهيطرى. لكن خليه كده ايه بدرجة حرارة الجو. في كده انواع من عارفين شبكة كده بتبقى نقدر نغطي بيها اي حاجة من غير ما يجي على الاكل مثلا هموشة ولا دبانة ولا ناموسة ولا اي حاجة من الكلام ده. لو انت قلقانة وعايزة تغطيه مثلا عشان ما يجيش عليه دبان او الكلام ده، عارفين انتوا بيبقى فيه الغطا ده كده اللي عامل زي الناموسية ده عامل زي السلك، بيبقى ظريف جدا علشان ما نبقاش مغطيين الحاجة فتعرق بسخونيتها وتطرى، وفي نفس الوقت ما يجيش عليها اي حاجة. فاهمين قصدي؟ لان احنا عايزين القرنبيط يبقى مكشوف بعد التحمير عشان يفضل محافظ على القرمشة بتاعته. ريحته ملهاش حل، تحفة تحفة. انا هفضل كده احمر في الشوية الحلوين دول، وعايزة اوريكم المتحمرين هنا قبل ما نطلع الفاصل. حاضر يا استاذة لميس، بصوا بصوا شكل القرنبيط عامل ازاي ومقرمشة ازاي. والله يا جماعة فراخ مش قرنبيط، جربوا الوصفة وادعوا لي.